ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده عملنا الفراخ المحشيه، سلقناها وحمرناها، شايفين حلوه ازاي؟ وعملنا الملوخيه للناس اللي بتشتكي ان الملوخيه بتسقط منهم او بتطلع غامقه وما بتظبطش معاهم. ان شاء الله بعد ما تشوفوا الفيديو ده الملوخيه هتظبط معاكم خالص. يلا نخش نشوف هنعملهم ازاي مع بعض. انا اول حاجه هعملها الرز بتاع الفراخ. حطيت سمنه وزيت وده فلفل رومي بس لونه احمر، وهحط بصل. بقيت البصل ده هقول لكم انا هعمل بيه ايه. هسيبهم بس لحد ما يصفروا واحط عليهم الكبد والقوانص بتوع الفراخ. في ناس بتحط الرز ني تحشي بيه الفراخ، بس انا مش بحب اعمل كده. ودلوقتي هحط الكبد والقوانص. لازم الكبد والقوانص دول يتشوحوا علشان الانسجه بتاعتهم تقفل وما يكسروش الرز. وهحط عليهم شويه من الحبهان وشويه من بهارات الفراخ وشويه من الفلفل الاسود. بيدوها بقى ريحه حلوه قوي. وهحط طبعا شويه ملح. هسيبهم بس يتشوحوا 5 دقايق وبعد كده هحط الرز. انا سبت الكبد والقوانص يتشوحوا حوالي 5 دقايق. دلوقتي هحط لهم الرز. انا مش بعاير الرز، الرز لو اتبقى منه بسويه بكمل سواه وبناكله عادي. انا هسوي الرز ده نص تسويه، فلو جه زياده مش مشكله عندي. هحط الميه على الرز. انا هسويه زي ما قلت لكم نص تسويه بس. اول ما هيتشرب هطفي عليه. انا هسويه نص تسويه بس، اول ما هيتشرب هطفي عليه. انا كده وطيت على الرز خالص، دلوقتي هطفي عليه. انا عايزاه يستوي نص تسويه مش اكتر من كده. دي الفراخ اللي انا هعملها. انا غسلها كويس ونقعاها بملح ودقيق وليمون. انا مش بحط في المحلول بتاع الفراخ اللي انا بنقعه فيه خل، لان الخل بيثبت الزفاره. في خطوه انا بقى بعملها اللي مش حاببها ما يعملهاش، بس بجد بتفرق جدا في طعم الفراخ. ده بصل، حط عليه شويه فلفل اسود وشويه من بهارات الفراخ، وبدعك بالفرخه كده. معلش انا اسفه ان انا بعمل بايدي، بس انا ما بعرفش البس جوانتي خالص، ما بحبوش. بعمل كده من تحت الجلد ومن جوه الفراخ، بيفرق جدا في الطعم. حتى وانا بسلق الفراخ بعملها كده، يعني مش لازم اكون حاشياها. اي طيور بعمل فيها كده، فراخ، حمام، بط، اي حاجه بعمل فيها كده. هعمل التانية وهرجع لكم. انا الرز حطيت شويه في طبق علشان ايه ما زفرش باقي الرز، لان انا ايدي هتبقى في الفراخ واجيبها على الرز، فباقي الرز ده لو اتبقى هسويه، فباخد شويه بشويه. والرز سخن جدا، انا بحشي من جوه في البطن اهو، بس ما تملوش الفراخ قوي. انا هجيب معلقه لان الرز سخن قوي، هجيب معلقه وهجيلكم. جبت معلقه اهو، احط الرز، مع ان انا ما بعرفش اعمل الا غير بايدي، بس هعمل بقى وخلاص عشان مستعجله والرز لسه سخن. انا حشيت البطن اهو، اهو هحشي بقى تحت الجلد. باخد بالمعلقه كده وبحط تحت الجلد، هو بإيدي هيبقى أحسن. الرز بجد ريحته جميلة جدا. انتوا هتسيبوا الفراخ وهتاكلوا الرز، جميل قوي.
هساوي الرز كده بإيدي عشان يتوزع في كل حتة. بص انا كده خلاص حشيتها كويس بس ما كبستهاش. بص الرز مريح ازاي اهو. هحشي بقى من عند الرقبة. انا هحشي من عند الرقبة كأنها ممبار، بمسك بصبعيني دول كده اهو، والرز اللي بينزل ده برجع اخده تاني. بس انتوا عرفوا بتاع الفراخ ان انتوا هتحشوا الفراخ علشان ما يشلكوش الرقبة بتاعتها اهي. والرز تفردوه كده، انا بحشيها بسيط، هي عايزة شوية كمان من هنا فاعملهم من هنا اهو. هجيب حبة رز تاني وهحشي برضو من البخت. هخلص هنا وهرجع لكم. انا خلاص كده حشيت الفرخة، هقفل عليها، بحط الرجل في الفتحة دي اهي، وممكن تخيطوها او تعملوها بخلة حسب ما انتم عايزين. الرجل التانية من وراها كده. انا كده خلاص حشيت الفرخة وربطتها من تحت اهو، حطيت الرجلين في الفتحة وبشيل اي رز من عليها واحشي الفرخة التانية وهرجع لكم. دي هركنها على جنب عقبال ما احشي الفرخة التانية. الفراخة اهي بعد ما حشيتها وكتفت رجليها في بعض، تعالوا بقى نشوف هنسويها ازاي وازاي ما تفرقعش مننا ونعمل شوربة جميلة جدا. يلا نروح نسويها. دلوقتي هحط الفراخ تتشوح قبل ما اسلقها. انا كده خلاص شوحتهم كويس، بس في واحدة اتقطعت مني من هنا بالشوكة وانا بقلبهم. دلوقتي انا هسيبهم على نار عالية لمدة ربع ساعة وبعد كده ههدي عليهم النار خالص. دلوقتي هحط للشوربة بصلاية. انا كده كده حاطة بصل ودول شوية فلفل اسود على شوية حبهان على شوية بهارات الفراخ، وهحط الملح. هي قربت تستوي خلاص، هي الفراخ اصلا صغيرة مش بتاخد سوا كتير. دلوقتي الفراخ خلاص استوت، هطلعها من الشوربة، هطلعها وهرجع لكم. الفراخة اهي بعد ما طلعتها من الشوربة هي استوت خلاص، هسيبها تهدى وبعد كده هحمرها. ودي الحتة اللي انا قطعتها بالشوكة وانا بشوحها، هسيبها تهدى ونروح نعمل الملوخية عقبال ما هي تبرد وبعد كده نحمرها. عقبال ما الفراخ تبرد انا هعمل الملوخية. انا مش هعملها بالمخرطة، هعملها بالكبة، حطيتها في الكبة وبعد كده هفرمها ونشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي في العروق بتاعة الملوخية ما بتتفرمش بسهولة في الكبة، فانا هعمل ايه، هحط لها كبشة شوربة علشان خاطر تتفرم كويس، كبشة واحدة بس. دلوقتي انا حطيت الشوربة على النار، دول 3 كوبايات شوربة. انتوا ما تزودوش، انا علشان هعمل حوالي كيلو ملوخية او اكتر شوية، انا مش حاسبهم بالظبط، فانتوا حطوا كوبايتين شوربة. ان احتجتوا شوربة تاني ابقوا زودوا، انما ما تحطوش شوربة كتير وبعد كده تحطوا الملوخية تبقى خفيفة وتسقط منكم. اول بس ما الشوربة تسخن شوية احط الملوخية. لو انتوا عايزين الملوخية تفضل خضرة لمدة طويلة حطوا بس سنة كربونات، هتخلي الملوخية خضرة جدا وهتخليها تفضل خضرة حتى لتاني يوم، بس انا ما عنديش دلوقتي فمش هحط. الشوربة غليت، انا هوطي النار خالص وهحط الملوخية. شايفين لونها عامل ازاي؟ هفكها بس بالمضرب. انتوا بتزودوا بقى شوربة براحتكم حسب السمك اللي انتوا عايزينه، عايزينها تقيلة عايزينها خفيفة حسب ما انتم حابين. اول ما الملوخية بس تبدأ تغلي من الطروف هطفي عليها على طول علشان الملوخية لو غليت هتسقط. دلوقتي انا هعمل الطشة، حطيت معلقة سمنة وهحط الثوم. الثوم اهو، هخليه بس لحد ما يبقى لونه ذهبي، ما تغمقوش الثوم قوي علشان ما يمررش في الملوخيه. واحط
احط اخر حاجة معلقة من الكزبرة. اخر حاجة هعملها ان انا احمر الفراخ. انا حطيت سمنة على زيت واحمر الفراخ. شايفين القوام بتاع الملوخية عامل ازاي ولا لونها بقى؟ والفرخة اهي حطيتها تتحمر. كل شوية هقلب فيها كده من كل ناحية. انا كده خلاص خلصت حمرت الفراخ كويس. بصوا الفراخ عاملة ازاي. هي بس التانية اللي انا وانا بقلبها وانا بشوحها اتفتحت مني بالشوكة اهي الحتة دي بس بصوا اهي من هنا بصوا. والرز بتاعها مستوي وجميل قوي. المرة الجاية بقى نبقى ناخد بالنا. انا بس علشان كنت مستعجلة فانا وانا بقلبها بس بالشوكة فتحت مني. المرة الجاية ان شاء الله مش هتعمل معايا كده. جربوا الفراخ بالطريقة دي والملوخية كمان هتظبط معاكم من اول مرة ان شاء الله. واشوفكم على خير في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين.